هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا مهم جدا، والدليل عليه هو الرعاية الملكية السامية والرسالة الملكية لهذا الملتقى اللي سطرت واحد المنهجية العامة ديال الإصلاح على أساس أن إصلاح الوظيفة العمومية ورش مستعجل وورش استراتيجي يخص فيه واحد الإصلاح بعيد المدى وورش متجدد ديما خصو يستمر. ما عمرنا ما ننهيو الإصلاح، لأنه وقت ما درنا الإصلاح من بعد كتستجد مستجدات أخرى، كتطور العالم، كتطور وسائل التواصل مع المواطنين، كتطور الحاجيات ديال المجتمع، وبالتالي ورش ديال إصلاح الإدارة هو ورش متجدد. الوظيفة العمومية العليا هي مهمة لأنه هما الموظفين السامين، هما اللي كيأطروا باقي الموظفين، هما اللي غادي يكون عندهم مهمة قيادة الإصلاحات في المستقبل، هما اللي يكونوا عندهم مهمة التأطير والمواكبة والتكوين أيضا، وبالتالي فعندهم أهمية كبيرة. لذا فإن ورش الإصلاح بدأ من هذه الحلقة لأن هي اللي غادي تساهم أيضا في قيادة الإصلاح في المستقبل. هذا اليوم ماشي انطلاقة ورش الإصلاح، هذا اليوم يشكل لحظة قوية جدا للورش الوطني للإصلاح اللي انطلق في بلادنا، يعني منذ الخطاب الملكي في 13 أكتوبر من السنة الماضية بمناسبة افتتاح سنة تشريعية، وتعزز أيضا في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش يوم 29 يوليوز لجلالة الملك، وضعفه تشخيص دقيق وصارم لاختلالات الإدارة العمومية ببلادنا، وأعطى توجيهات نيرة وسديدة لآفاق هذا الإصلاح. إذا مباشرة وتفاعلا مع التوجيهات الملكية اللي جت في خطب متتالية انطلقت الحكومة في ورش الإصلاح. لكن اليوم جلالة الملك وهو يصبغ رعايته السامية على هذا الملتقى، وأيضا وهو يوجه رسالة سامية توجيهية لهذا الملتقى اللي هو أول ملتقى من نوعه يجتمع فيه كبار المسؤولين والموظفين السامين من النخبة الإدارية الوطنية للنظر في أوضاع الوظيفة العمومية. إذا جلالة الملك العناية الخاصة اللي أعطى هذا الملتقى الوطني الهام يعطي نفسا جديدا متجددا وقويا لورش إصلاح الإدارة. وكما لاحظتوا كانوا حاضرين معنا المسؤولين على مستوى الكتاب العامين والمفتشين العامين والمديرين المركزيين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدير المؤسسات الوطنية وممثلي الجهات أيضا، بالإضافة إلى شركائنا الاجتماعيين من قيادات وطنية نقابية، وأيضا شركاء دوليين من ممثلي من سفراء وممثلي عدد من السفارات والمنظمات الدولية التي تدعم ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ببلادنا. الكلمات في الجلسة العامة الأولى، سواء كلمة السيد رئيس الحكومة أو السيد الأمين العام للحكومة أو كلمة وزير إصلاح الإدارة، هي كلها عبرت عن إرادة سياسية قوية ومتجددة للانخراط في التنفيذ الأمثل للتوجيهات الملكية السامية من أجل التسريع بوتيرة إصلاح الإدارة، سواء فيما يتعلق بمراجعة منظومة الوظيفة العمومية على أسس جديدة، على أسس وقيم جديدة، قيم النزاهة والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا يعني هذه التوجيهات وهذه الكلمات التأطيرية لهذا الملتقى ستمكننا الآن ليس فقط من تسريع وتيرة الإصلاح بل من تعميق الإصلاح، حتى نستطيع جميعا أن نصل إلى النموذج الإداري الذي نتوخاه والذي يستطيع أن يستجيب للحاجيات التنموية ويجعل بلادنا تواجه التحديات المحيطة بها بإدارة تتوفر على كفاءة وطنية عالية وعلى فعالية وعلى النزاهة المطلوبة في هذا الشأن والشأن. والآن أطلب